هو الإمام الذي وقف بجانب الشعوب في تطلعاتها المشروعة للحرية والكرامة، والفقيه المجدد والمفكر الملهم الذي أمضى 8 عقود في الدعوة والتأليف والاجتهاد في أحكام الدين، محمد يوسف القرضاوي، يتيم حفظ القرآن ولم يتجاوز 9 عمره. نشأ في كنف عمه بقرية صفا التراب في مصر، ثم تخرج بمرتبة 2 في المملكة المصرية والأول على كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وبعد 20 عاما من الدراسة حصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى على كليته. عمل كخطيب في بداياته، ثم ترقى وأصبح مشرفاً على معهد الأئمة التابع لوزارة الأوقاف في مصر، لكن أفكاره ودعواته لم تكن تعجب الحكام، فسجن 10 مرات لانتمائه للإخوان المسلمين، حتى هجر مصر واستقر في قطر لتكون هناك 2 محطاته وبداية صعوده الفعلي. وإلى جانب عمادته الأكاديمية ومناصبه التي استلمها، حمل رسالة الوسطية والتجديد في وقت انتشر فيه الجمود الفقهي، فكتب الحلال والحرام في الإسلام، المؤلف الذي كان يعتبر ثورة في وقته، وأسس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ليصبح أبرز المجددين في الفقه الإسلامي، إلا أن محطته الأبرز كانت مساندته الثورات العربية منذ البداية ودعوته إلى دعمها. هؤلاء الشباب، وجهوا رسالتي الثانية إليهم أن يثبتوا ولا يفروا من الميدان. الله قدر عليهم هذه المسؤولية، أن يدافعوا عن مصر وأن يذودوا عن حمى مصر وأن يذودوا عن حق الجياع والمهضومين والمظلومين. اثبتوا أيها الشباب. حيادنا هناك صراع بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، بين الشعب والطغاة. لابد الإنسان يحدد موقفه. استحق الشعب التونسي هذا النصر والتخلص من الطاغية في وقت قياسي، لأنه قدم وضحى ولم يبالي بالأرواح تزهق في سبيل الله. عدا عن كونه واحدا من أوائل الوجوه الإسلامية التي حاربت التطبيع وحرمته علنا، أصدرت فتاوى في تحريم الصلح مع إسرائيل. الصلح مع اليهود ليس مجرد هدنة، الهدنة أن تكف يدك عن عدوك ويكف عدوك يده عنك، إنما الصلح مع إسرائيل يتضمن الاعتراف بدولة إسرائيل. فاحتل مكانة كبيرة بين الشعوب، وعاداه كل الحكام العرب الطغاة، فحكم عليه بالإعدام في مصر وسوريا، كما سجنت ابنته علا في معتقلات السيس انتقاما منه. لكنه استمر في نهجه، وتمكن من خلال تاريخه الحافل ونشاطاته المتنوعة الوصول إلى كل منزل عربي، إما بكتاب أو محاضرة أو مقال أو درس أو حتى دعوة. وأمضى على هذا الحال أكثر من عقد، إلى أن تدهورت صحته في السنوات 5 الأخيرة فقل ظهوره، ليرحل بعد 96 عاما تاركا وراءه أكثر من 160 مؤلفا و9 مناصب تولاها في 10 دول ومؤسسات عربية. آخر مرة أتحدث إليكم، ولذلك يعني لا أحب أن أكون في آخر مرة أكره من أكون إليكم، لا أحب أن أطيل عليكم. آخر مرة لي، وفي المرة الجاية أسلم الراية لإخوتي.